نحكيوا اليوم على الوضع في سيدي بوزيد على المعيشة شنو هو؟ والله وضع لا نحسد عليه، وضع مزري لأقصى ما تصور، أقصى ما تصور. مش كان عليا معنا بارتو تشوفش فيها عباد الدور وتاخذك معنا، كان مفرج ربي وكاو، كان مفرج ربي وكاو. ظروف صعيبة على الأرض. صعيبة صعيبة صعيبة، مش صعيبة برك، كل اللي عنده كل اللي ما عندوش، الناس كل تشك. الظروف هذه صعيبة في فترة الكورونا ولا الكورونا زادت الطين بلة الكورونا زادت الطين بلة الكورونا صحيح؟ هاك تراهي كونوريا والعباد حابسة بيتا وما ثم لعنات لحد شيء كي بتاخذه هاشبي والدول مثل اللي تبعث في الفلوس مليارات واتكلت ويتفقدوناش نحن هنيتية انا عمري 85 سنة فهمت الليلة الشيخوخة وعندي مجلوط وسسمه ومريض عمري 85 سنة 85 فهمت والعباد هاك ترعيلة الكرني ما باش يعطيه لي. انت عايش من النصبه هذه؟ لا النصبه شنتي ولدي انا قاعد معاه مثلا مشاركين فيه؟ معاق لا معاق خاطرهم زوجهم ما يعرفش زين نوسع بالي معاه تو هو وروح تو انا هاني بارك في الدار المراه مريضه فمثلا هذا معناه بالسكر فمثلا والدم وضع صعيب وضع صعيب عيشه صعيبه هوني صعيبه اكثر من الصعب غادي لا فيها لا ويكونوا لي هاك ترعيلها فمثلا بالتاخر انا الكرني بتاعي انا عمري 85 سنه ما عطهوليش ما قلت باش نمشي نار كبيه حابسه باش نمشي لتونس غادي ونقابل فهمت الرؤساء باش يعطوني الكرني الشيخوخه الرؤساء شنو تحب تقول لهم؟ اه شنو تحب تقول لهم الرؤساء؟ قولوا لهم فهمت انا مريض بالجلطه مريض بالواحد بس اسمها شهاد معاق فهمت الدوره نقول ما عطوني فاش نعيش حابس. احكي لنا على المعيشة في سيدي بوزيد شنو هو؟ والدي المعيشة مش في سيدي بوزيد تونس كاملة. من نهار رقصها الزين ينهز ورجل تغلق الأخرى. كيك نجيبوها ب 13100 نبيع فيها 12100. أنت تبيع في الخضرة توا؟ أنا نبيع نشابرينا. هام خير ولا ثلاثة رجال متخرجين وهانا مرقود وبنويت. شتيتي أنا مرة يلقى مرة مرة ما يلقاش. والبنيات انا ممكن اخطبهم راسي غنعطي انا ما خطبناش اي كاع. العيشه هوني. العيشه صعيبه صعيبه جدا. ناي ودم وسكر وانسولين وقلب ونكركل ثم في الكروسك هكا ونخدم ونقعد ثم نص الليل واكل برزوازي واكل بيها من الحاجه خامبين فلوس تونس وهربي بيها ثم بيها البحر وقاطعين بها غادي ونحن كيك شيء ابو عزيز وذري متخرج هام لك كيك وكراها ماخذينها بالكمبيالات مساكين خاص كانت يسرقوا باش خاص الكمبيالات. جوعوكم هوني؟ ماشي مجاوعونا به ثلوبينا والحكومه رسالة غادي به ثلوبينا درينا متخرجه قاعد ملوحه واحد يبيع في الخضره واحد يبيع في الزتله واحد يبيع في الشراب واحد ما لقاش خلاص مره واحده لا شراب تسالين راي لهم فلوس هانم هم يبيعوا في الشراب ويبيعوا في الزتله ويبيعوا في العباد ويبيعوا ثم في هكا نوري ولا شو اسمه شيخين وعايشين ونحن ما لقيناش لا بحر عنا بجينا التريست لوت له وحتى ما عندناش حتى لا عندنا كان جبل ونحن كان ما لقيت بذراعك ما هاني مريض الامراض الكل كان خدامه لقيت نخدم شنو نجوع انا وبنياتي وليداتي وكان راي الكراب 300 15 يوم ناكلوا و15 يوم لا يلزم حق الكراء ولو نشرب الغلاء ونبيع بالرخص هاي لوكو لوكو والله ها هو الانسولين قسما بالله معايا لا علاش معناه لا 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 هذيك الدويات نتاعك ها هو الدويات نتاعي اي نعم هاي الدويات القلب عند الزراوي هاي الدم السكر والانسولين ها في الصوره الاخرى نمشي بالدويات الايام هزتني الحمايه من هنا ولا عليك بالله عابد كاكا كراي هزيته على ظهرك شنو قبل كل شيء هذا حشيش وين هزت؟ هزته الارانب لا بأس هاري تعبه نبيع في الفريب ما خلوناش نخدموا ما خلوناش نخدموا هذا هكيك مره كل مره كيفاش نحن تعبين في حياتنا نحسكم في سيدي بوزيد عندي 21 سنة تعبة في حياتي
ذري عندي شنتي واحد معرس على روحه، انا بناوي ثلاثة عرس وكاع كان وحدي في الدار تعبه في حياتي، لا شهريه لا كاري معالج. ما مريضك هكا دم وقلب وسكر ونخدم عليك بالله اكليام غنيه تحت هنا هزتني فهم بلامبلونس ونخدم باش عايش بنواتي ثلاثه متخرجين ما عطونيش حتى خدم الواحد. بكيت شكيت بكيت مشيت للسمشة الله يرحمه خلينا نزودوا له الرحمه. مشيت للمرزوقي القصر شلات تقطعت فيه وانا ماشي هابط بري انا بعثنا لك كسبر ما فهمش والله ما خدموها. واحدة منهم قارية مستير حقوق قافية ملوحة والأخرى استاذة إنجليزية اللي من عندها 9 سنين والأخرى مرشدة مسكينة تطبخ في الفول المهدي والله قلت لك هكا بربي وتبثين نباتوا كل بلاش قد قد على الأقل. واحد عود بريه قارية ومساكين حالتهم حالة شو صباعي من عالي شو حالتي شو الجبة عندها 3 سنين شو شو شوف من حالتي قسما بالله وهذا نحب بلاد تقوى وتطلع ليه القليل يموت لا يخدم هو لا يخدم ذناه القوانين يكون تسطر علينا كان عندنا القلال الحق يمشي علينا كان نحن اللي هما عايشين عايشين اللي يمشي عليهم قانون ذريهم من الباك تخدم بالسادسه تخدم هاي وين قيس سعيد زاد زاد اسمه اللي خلاه بوسفه كملوا ثم بومريت. نحكيو اليوم على الوضع يعني وعلى المعيشه في فتره الكورونا شنو حوايجكم يعني بالضبط؟ الوضع في الفترة نتاع الكورونا هيك تشوف الفلوس ما فهمش العباد هاي فالسة هي السلع هاي تاكل فيها الشمس والواحد هذه كلها تقعد تعدم فهمتني لا الفلاح ولا التاجر كلهم مكسرين مضاضعين ها وحتى اللي ماخذ سلع علاش السلع تطيش هكا الفلوس ما فهمش الشعب صاي الشعب تم راهو بالصحراء راهو ثم يدوروا هاك تشوف فيهم يدوروا كيكاكا ها ويشتي باش ياخذ الفلوس ما يلقاش باش ياخذ ما يلقاش باش يشتري لانه هذاك هو وضعنا تو غاليه ولا من حاس بينا ولا من متلفت لنا السلعه غاليه السلعه تو رخيصه بلاش ليش والمواطن مش شاري ما عندوش ما عندوش ما عندوش كون جا عنده راهو شراه راهو هذا ما تقعدش كيما هكا حتى كان غالي ياخذه هما هذاك هو هذاك هو وضعنا حال يعلمك به كرب مواطن تعب مواطن ناقص مواطن في كل شيء في كل شيء غالي حتى تنفس باش يتنفس ما نجمش يتنفس حتى الضروريات مش لاحقه كنا عايشين في كماليات تو يعلمك ربي بحالنا وضع ربي يستر برك بزيد ارض الفلاح غالية الخضر هون؟ غالية ياسر وحتى الرقابة يعني بها كربي وفلاح عنده حق كل شيء غالي مواد فلاحية غالية دويات غالية ويعلم بيه بربي كيفاش واش تنعملوا؟ تنبطلوا وما نبطلوش بطالة وما هو زاد كيما قال لك بطالة ما ثمش سورس ما ثمش مصادر دخل اش تتعمل ما تنجمش تصرف ما تنجمش تعيش باين الوضع هذا كي هو اش تنقول لك كما فرجت ربي وشوفوا نحن حاله من حاله تعبين ياسر الناس كلها تعبه يعني كان ربي انا متريز وقاعد يعني كان ربي نخدم على 5000 و6000 على قهوه والدخان والله دروة هوني نخدمك حقوق وعمل نصبه هوني ماش قهوه شو دخل لك النصبه هذه؟ شيء من الدخل حتى شيء مصروف تدخل تخدم على الدخان وعلى القهوه نون بليس هاي ندور حتى جيش نقص زريبة تأخر منها بس واحد يتكيف ويأكل ويسخن ماذا ما أنا قاعد شنو تخدم ميكانسيان وش ماشي الخدمة؟ وش ماشي الخدمة؟ فهم عاد شيء فهم شيء حابسة كل السفاة حابسة كلها تغزر البعض فشو تبكل خضر موجود فلوس ماذا ماش لعبت بستقضي الصغار بس الشيخ يطلع لك ميكانيك وطي صغار حلي شي معي تعب ياسر يعني الاوضاع صعبت في فتره الكورونا ولا عندها سنوات حتى ما قبل الكورونا حتى ما قبل حتى ما كنا في عهد كنا في عهد نظيف وكل شيء مريقل مستور ضغوطات الاخ احكي لنا عن المعيشه في سيدي بوزيه شنو احوال؟ والله يعني لا تشكر للذم كان البطاطا غاليه وكا حاجة أخرى ما فماش والله. كان البطاطا سومها غالي؟ كان البطاطا سومها غالي. حتى الطماطم شوية على خاطر ماشي الموسم نتاعها.
هيك هو بارسا متوسط. المعيشة والأوضاع شنو حوالي؟ هي وين يا أخي؟ المتقاعدين تعبين ياسر 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 مساكين، بالله ياخذ 180 مساكين وتلقاه يقري في أربعة ذري، فهمت؟ تيخلص الماء تيخلص الضوء وأنت يوجد. علاش هكا نحكي معك وحسك محبط هكا مأيس ما عليش؟ ما عادش متفائل لها يا حياة خلاص. مشني متفائل لها خلاص.